ركز. طيب اولا بس عشان تبصم الدنيا بتاعتك، انا هسمي دي الانسايت وهسمي دي الايه؟ الاوت سايت. طيب انا دلوقتي الانسايد نتورك بتاعتي الاي بي بتاعها 10.0.0.0/24، فهقول مثلا طالما انا ده معايا ايه ده اي بي ايه؟ اي بي نتورك صح؟ طب انا بالتالي الراوتر مثلا عندي هنا ياخد واحد، البي سي مثلا ياخد هنا 51 زي عندنا، الراوتر مثلا هنا واخد 41 50 6 4، ده اي بي ايه وده اي بي ايه؟ ده اي بي بابليك، ده اي بي بابليك وده اي بي ايه؟ برايفت، ده اي بي راوتر 10.0.1 تمام؟ طيب دلوقتي اي جهاز هيطلع، فبالتالي انا دلوقتي عندي الداتا بتاعت الجهاز اللي هتطلع، الداتا اللي هتطلع من البي سي هيتحط فوقيها ايه؟ السورس اي بي. السورس اي بي المفروض هيتحط ايه؟ 10.0.0.51. اول ما توصل الباكت الى الراوتر، الراوتر هيقوم قاصص السورس اي بي ده، هيشيله ويحط مكانه 41.50.6.4، هيحط البابليك تمام. فبالتالي يعني انا هطلب ده ان انا هكمل الرسمه دي، مثلا ده سيرفر والكل سيرفر الاي بي بتاعه 50 مثلا 74.55.54.3. طيب 74.50.6.3 تمام. طيب انا الجهاز دلوقتي عايز يروح للسيرفر ده، فالسورس اي بي 10.0.51، الديستنيشن اي بي 24.50.6.3، هيتحط السورس اي بي المفروض 10.0.51. اول ما يوصل الراوتر، الراوتر هيقوم قاصص السورس اي بي، هيغيره، هيحط مكانه ايه؟ ريبابليك 41.50.6.4. فالداتا المفروض لما توصل لايه؟ للسيرفر دي، السيرفر ده هتوصل له الداتا من سورس اي بي ايه؟ 41.50.6.4 اللي هو اي بي الراوتر الاسايند جوه اللين. جوه ايه؟ جوه اللين. طيب العمليه دي، عمليه تحويل الاي بي من برايفت او من الانسايد من البرايفت الى البابليك، دي عمليه اسمها النات. Network Address Translation. ها؟ تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ لو احنا هننظم كده الدنيا بتاعتنا، اول حاجه هنتكلم عنها النت، تاني حاجه هنتكلم عنها ايه؟ الراوتنج ده ليه نوعين، في النوع او تو كاتيجوريز، اول كاتيجوري الستاتيك راوتنج وتاني كاتيجوري الدايناميك راوتر. انا مش هتكلم معاك عن الدايناميك لان ده توبيك في السي سي ان ايه، لان الراوتر عشان يعمل دايناميك راوتنج فانا عندي مالتيبل بروتوكولز، انا مش ده مش هستخدمه دلوقتي، انا هتكلم عن الستاتيك. الستاتيك راوتر، الستاتيك راوتنج بمنتهى البساطه ان انا بروح للراوتر بقول يا رب اي بي سي من الانسايد نتورك عايز يروح على ديستنيشن اي بي انت مش عارفه فرونه على ايه؟ على الاي اس بي. خلي بالك ان الراوتر هنا واخد اي بي 41.50.6.4، خلي بالك ان على الناحيه الثانيه في الاي اس بي في راوتر برضه هنقول الراوتر ده واخد 41.6.50 نفس السبنت دوت 50 مثلا دوت 6 دوت 5. طب اقول للراوتر يا راوتر اي جهاز من عندك من اللوكال نتورك او البرايفت نتورك رايح على ديستنيشن اي بي، اي ديستنيشن اي بي انت ما تعرفوش فرونه على 41.50.6.5. هل الراوتر ريتشبل للاي بي ده؟ يعرف يوصله؟ اها ده الراوتر الناحيه الثانيه صح ولا لا؟ تمام؟ يبقى دي حته الستاتيك راوتنج اللي هعملها هنا. احنا في الكونفجريشن اول حاجه هنعمل النت، كونفجريشن النت، ثم بعد ذلك هنروح للراوتر نعمل ستاتيك راوت. ستاتيك راوت اقول للراوتر يا راوتر
اي جهاز رايح على ديستنيشن اي بي مش معروف عندك تمام ووديه على الاي بي الفلاني. ايه هو الاي بي الفلاني ده بقى؟ تعال بقى نشوف الجي ان اس 3 احنا عملنا ايه. بصوا ده الموضوع الكاستمبر. تعالوا بقى نتكلم بالسيناريو بتاعنا. احنا في السيناريو بتاعنا ايه بقى؟ ايه الاختلاف؟ لا تعال بص بقى ده في اختلاف شاسع بس كله على نفس الكونسيبت اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. بصوا يا رجاله انا دلوقتي عندي الراوتر اهو ادي الراوتر رايح على سويتش الاي او يو تمام؟ انا قلت سويتش الاي او يو رايح على الجهاز ليه مباشره كده. واضح؟ طيب النتورك دي ها 10 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش 24 الراوتر هنا واخد 1 البي سي هنا واخد مثلا 250 انا عملت اكسكلوت دي اتش سي بي. الراوتر رايح على ايه؟ كارت اللوب باك صح ولا لا؟ وكارت اللوب باك رايح على البي سي بتاعك اللي هو ايه؟ الهوست عندك والبي سي عندك واصل على سويتش والبي والسويتش ده واصل على راوتر والراوتر واصل على الانترنت. طبعا انت في البيت عندك السويتش والراوتر موجودين في ايه؟ نفس الوقت. كارت اللوب باك وظيفته ايه؟ بص بقى الراوتر ده اللي عندك في البيت ليه المفروض بابليك اي بي ناحيه الانترنت هنقول مثلا اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا هنقول مثلا 41 دوت 50 دوت 6 دوت 4 اه واضحه؟ تمام؟ الراوتر اللي على الناحيه الثانيه هنقول مثلا هو واخد 41 دوت 50 دوت 6 دوت 5. طيب الناحيه دي حتى ممكن يقول لي السطر بتاعنا ليه؟ 192 دوت 168 دوت 1 دوت 0 سلاش 24 صح ولا لا؟ شفت عندك الجهاز اللي واخد ايه في السطر ده؟ ايوه تمام؟ فانت عندك البي سي مثلا فولتج 8.1 عندك واخد مثلا دوت ايه دوت 10 مثلا حلو؟ الراوتر واخد دوت 1 تمام؟ كات اللوب باك بقى كات اللوب باك كات اللوب باك لو عايز تتخيلها كده بيوبريت ازاي هو بيمسك الـ 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 اي نتورك جايه اي داتا جايه له من هنا تمام اي نتورك جايه له من هنا ويقوم شايل السورس اي بي مهما كان السورس اي بي الناحيه دي بصوا الناحيه دي اللي فيها اللي بما فيها النتورك دي والنتورك دي يقوم شايل السورس اي بي شايل ايه السورس اي بي ويحط السورس اي بي بتاع مين؟ بتاع الجهاز اللي عندك. فالداتا ايه اللي بتوصل للراوتر بايه؟ سورس اي بي ده؟ الاي بي بتاعك يعني. ده جهاز فبلاجبل ان هي تطلع الانترنت ولا لا؟ تطلع الانترنت. صح؟ طيب الراوتر يقوم مرجع ايه؟ الداتا تاني ما هو فيه ايه؟ انا ببعت ريكوست اند ريبلاي او الكوميونيكيشن بيروح ايه؟ بيروح بره وجوه. ما انا بتبادل البيانات صح ولا لا؟ تمام فانا كنت بكلم سيرفر اسمه السيرفر راح يبعت لي ريبلاي الريبلاي هتقوم داخله وصل الراوتر الراوتر هيوصلها لفين؟ هيوصلها للاي بي اللي اداله الداتا بتاعتها صح؟ اللي هو ايه؟ الويندوز عارف الويندوز عارف في الراوتر كابتن لوب باك كابتن لوب باك يقوم يرجعها هنا. بس هنا بقى بعض الملاحظات بقى هو انت بقى هي الفكره هنا بقى تعالوا بقى نتكلم بشويه حاجات. دلوقتي انا هروح للراوتر واقول له يا راوتر انا يعني هقول له يا راوتر النتورك دي اعمل لها نت هنا ولا لا؟ حد فاهم؟ لا مش محتاج. بس خلي بالك لازم اعمل راوتنج. ازاي؟ لازم اعمل راوتنج. بصوا يا شباب في قاعده في الراوتر بتقول اول قاعده في الراوتنج بتقول ان الراوتر نقولها بالعربي كده الراوتر لا يعلم الا النتوركس المتصله عليه مباشره باي ديفولت. واضح؟ يعني انت لو عندك راوتر تمام متصل بنتورك مثلا هنا 10 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش 24 ومتصل هنا بنتورك هنقول مثلا 172 دوت 16 دوت 0 دوت 0 سلاش 16 الراوتر بيبقى عندك حاجه اسمها راوتنج تيبل. راوتنج تيبل تمام؟
مثلا هنا انا وصلت على فاست انترنت 0 سلاش 0 هنا فاست انترنت مثلا 0 سلاش 1 فبيقول خلي بالك انا عندي نتورك 10 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش 24 متصله على ايه؟ فاست انترنت 0 سلاش 0 تمام؟ ويقول لك ان انا عندي نتورك اللي هي 172 دوت 16 دوت 0 دوت 0 سلاش 16 متصله على فاست انترنت 0 سلاش 1 تاني انا وصلت عبد الرحمن الراوتر بتو نتوركس فالراوتر باي ديفولت لو جهاز عايز يروح من النتورك دي الى النتورك دي هيعرف ليه؟ لان القاعده بتقول لك الراوتر لا يعلم الا النتوركس المتصل عليه مباشره هو دلوقتي هيقدر يشتغل بينهم يشتغل راوتنج ما بينهم بس طب تعالى بقى لو انا كابت اللوب باك ده عامل برضه عامل زي الراوتر فالداتا لو انا خليت الداتا الجهاز هيطلع لكابت اللوب باك وهيطلع للراوتر والدنيا تمام وهو راجع كابت اللوب باك هيعرف يوصل الجهاز ده طيب كابت اللوب باك هيعرف يوصل هو المفروض انا اتصدت عندي هنا 192 168 دوت 137 دوت كام؟ دوت 0 سلاش 24 كابت اللوب باك طب كارت اللوب باك هيعرف يوصل لاي بي راوتر؟ صح هيعرف لكن مش هيعرف يا عبد الرحمن يوصل للنتورك دي ليه؟ لانها مش متصله بيه مباشره فقدامي خيار من الخيارين ان انا اروح لكارت اللوب باك واقول له يا كارت اللوب باك لو انت عايز تروح للنتورك دي روح للاي بي ده فده ستاتيك راوتر زي ما انا كنت لسه بتكلم عنه بس النوع اللي انا اتكلمت عنه في الاول اسمه ديفولت ستاتيك راوتنج ليه؟ لان انا بقول للراوتر اي اي بي انت ما تلاقيهوش عندك في الراوتنج تيبل وديه على النت لكن انا هنا بقول له مش اي اي بي لا ده انا بقول له اي بي نتورك جديد روح على الاي بي ده تمام؟ ده ستاتيك راوتنج طيب بس انت عشان تعمله رخم في طريقه اسهل وفي طريقه اسهل ايه رايكم؟ لو انا رحت طلعت الاي بيز دي كلها نت تحول اي داتا تطلع من النتورك دي تتحول الشوش اي بي بتاعها ل 192.168.2 دول في 2 اللي بتاع الراوتر. فبالتالي كل الداتا اللي هتخرج من الراوتر هنا جايه من النتورك دي هتخرج السورس اي بي بتاعها كام يا عبد الرحمن؟ 192.168.2 مع انها الريل طلع من النتورك دي ولكن انا غيرت السورس اي بي من هنا لهنا يعني عملت ايه؟ نت صح ولا لا؟ فبالتالي الداتا هتروح لكارت اللوب باك، كارت اللوب باك لما يحب يرد هيرد على مين؟ على 192.168.2 الراوتر هيقوم مستلم الداتا هيبص عنده هل في سورس اي بي جوه في البرايفت نتورك عندي طلع على الاي بي ده ولا لا؟ فبالتالي ايه؟ يبقى انا ربطت كله مع بعض ولا لا؟ هنا بقى السؤال تفتكر انا هعمل كام نت هعمل نت من هنا لهنا صح؟ وهعمل نت من هنا لهنا ونت من هنا لهنا ثلاثة ولو باك لي اي بي لي اي بي طبعا ماشي بس هو مين واحد ها؟ وضحت الدنيا؟ طيب تمام انا التشالنج بتاعتي بقى انا بفهمك الكونسبت النظري ليه؟ عشان انا التشالنج بتاعتي عايز اروح للراوتر اول حاجه انا اديت الحمد لله اي بي للراوتر اللي فاست انترنت اللي رايح على ايه؟ للوب باك صح؟ اديت له ايه؟ اي بي ولكن انا محتاج اشغل خاصيه النات فهعمل ايه؟ اول حاجه هروح على انترفيس فاست انترنت دي هنا شوفوا عندنا في البروجكت هنا ايه؟ انا عندي هنا فاست انترنت 0 سلاش 0 وهنا فاست انترنت 0 سلاش 1 هروح لانترفيس فاست انترنت 0 سلاش 0 وادخل عليها امر مش الاي بي بقى ولا النوشه الدولة امر اسمه اي بي نت ان اي بي نت ان تمام؟ محدش يكتب لان انا كده كده هكتب الكومنتس في الاخر انا عايز تفهم اي بي نت ان انسايت انسايت ليه؟ لان الداتا اللي هتتعمل لها ان هي تنج هتبقى داخله كانبوت داتا في الايه؟ في الانترفيس دي صح؟ طيب والداتا اللي هيتعمل لها ان هتبقى داتا خارجه كاوتبوت داتا من فاس انترنت سلاش 1 فاروح على فاس انترنت سلاش 1 واعمل امر اسمه اي بي نت اوتسايد
دي اول حاجه تمام. ثم اعمل الامر اسمه الاكسس ليست. لو انا عايز اعمل برنامج انا حاسبه اجمع لي رقمين حلو على السي بلس بلس مثلا، هم انا ايه كاتب انتجر مثلا اكس واي وزد تمام. ثم بعد ذلك اعمل ايه زد بتساوي لا، وبعدين اعمل الاول سي ان تمام، اعمل سي ان وايه اكس مثلا واي ايا كان، وبعدين اعمل ايه زد ايكوالز اكس اكس بلس واي، وبعدين اعمل ايه سي اوت صح ولا لا؟ اعمل سي اوت زد ايه؟ السي اوت اللي هي الناحيه الثانيه تمام؟ ده لو عايز اعمل برنامج على حسب، بس انا في الاول اضطريت اعلن عن ايه؟ اعمل ديكلاريشن للمتغيرات اعلن عنها. فبالتالي انا عشان اقول للراوتر حول اي بي لاي بي صح؟ انا هضطر احول اي بيهات نتورك صح ولا لا؟ يعني اي بي نتورك 10 دي 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 1620 لايه؟ اي بي هوست اي بي واحد اللي هو 10 192 192 192 2. فانا محتاج اروح للراوتر واعلن عن اي بي نتورك ده بامر اسمه اكسس ليست تمام؟ انا مثلا هكتب ايه؟ هكتب اكسس ليست باختصار بقى اكسس ليست 1 بيرمت 10 0 0 0 0 ثم 0 0 0 255. ايه ده؟ الوايلد كارد ماسك. ايه هو الوايلد كارد ماسك؟ الوايلد كارد ماسك هو الصوره العكسيه للسبت ماسك. هو انا دلوقتي قول لي عبد الرحمن 1624 دي لو عايز اكتبها بالدوت ليست اكتب ايه؟ تمام عظيم زيرو صح؟ طيب عشان اجيب الوايلد كارد ماسك بتاعي دي بطرحها من فنتج الطرح دي ايه؟ عدد الوسط مش عدد الوسط انا مش عايز تطلع بس عدد الوسط 254 الافيلابل ولما تتكلم ات اول الاي بيز الافيلابل الاي بيز 256 لا انا دلوقتي عايزك ده الوايلد كارد ماسك اهو عرفت تطلع الوايلد كارد ماسك ازاي؟ هتطرح السبت ماسك من سلاش 32 واضح كده؟ فانا بحط هنا الوايلد كارد ماسك اكسس ليست بيرمت 1 بيرمت اكسس ليست 1 بيرمت 10 0 0 0 0 0 255. طيب ثم بعد ذلك هروح للراوتر واقول له امر كده اسمه اي بي نت انسايد لا سورس ليست 1 انسايد انا مش فاكر تقريبا الامر كده بس هنشوفه على الايرس اي بي نت انسايد اي بي نت انسايد سورس ليست 1 يعني اعمل نت يعني انا عايز انات الاي بيات الموجوده في الاكسس ليست رقم 1 فعشان كده بقول اي بي نت انسايد سورس سورس ليست 1 تمام كده انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1 overload. تاني IP net inside source list 1 يعني انا هنادي الانسايد اي بيز الموجوده في source list 1 اللي هي ايه يا عبد الرحمن؟ 10 0 0 0 1624 صح ولا لا؟ تمام كده؟ طيب على ايه الاوت بقى؟ هتاخد الاي بي بتاع انترفيس بس ايثرنت 0 سلاش 1 overload يعني كل الاي بيهات الموجوده في النتورك دي هتطلع على اي بي واحد بس عشان كده سميها اوفر لود. اتفهمت الحته دي؟ تمام يبقى انا كده عملت النات يبقى انا كده عملت ايه؟ النات. طيب تاني حاجه انا كده خلصت النات اتفضل اخر حاجه الستاتيك راوت هروح للراوتر ده بصوا بقى الستاتيك راوت ايه وصلت هقول له اي بي راوت 0 0 0 0 0 0 0 0 انا مش بكرر انا هكتب نفس الكلام ده يعني اربع اصفار اربع اصفار 192 128 137 دول واحد ماذا يعني هذا الامر؟ اللي يروح على طول يعني اي نتورك رايحه يعني اي راوتر اي باكت من عندك طلع على 0 0 0 0 0 0 0 يعني اي نتورك باي سبورت
فالويب اي هي دي متحينه للستيم بس او فبالتالي لو انت رحت بقى على البي سي عندك وبنكت على 4/8 بتاع الدي ان اس جوجل هيعملك انت كده طلعت الفيرتشوال ماشينز عندك على الانترنت من غير ما تعمل الكارت النتورك بتاعها ايه فيرتشوال اماكن صح ده اللوجيك بيهايند السوليوشن اللي احنا بنعمله ايه على الجي ان اس سي لا يعني انت دلوقتي عندك الجهاز واخد اي بي 10.0.0.51 هيطلع على الانترنت بالاي بي ده؟ اه ايوه ها؟ من غير ما اخلي كارت النتورك بتاعي بريجنت ياخد اي بي جوه الراوتر فبالتالي انا هقدر اصمم النتورك بتاعتي جوه الجي ام اس سي واعمل فيها اللي انا عايزه وايفنتشولي في الاخر كلها كونكتد او بلاجبل على الانترنت ها؟ انتوا برضه متشجعين كده لا انا مش معنى ان انا قلت لك 3 لاك فانا عامل 3 لاك هو في 2 لاك عاملين اصلا صح اه فاضل ده ساكن ممكن يخش على النت من غير ما اصله لا يا راجل يا راجل يا راجل لازم تكون موصل كارت بتاعك